مشكله يعني كثير بعد راحت هي راحت بعد تصور قلت لهم هدم انهدم صقر العراق على هاي قلت لهم هدم صقر العراق وصقر منكر حر وما يداني شبك منكر القبله فلش الاصنام ابراهيم الخليل انكر قال مو انا كبيرهم فلشوا قلت لو شفته بعد دايما فلش اسرائيل ترى منكر قال انا وكنا ليدراني استغلون للامريكان وخذوني فتره وخذوني لقيتهم يفلشون العصر مثل هسه بالصوره هاي والحجي قعدان كان يقص بالمدرجات ويأشر ذو الشفر ويقصون بيها وبعد جاي يسوون تعريفين يهدمون الصورة كان نادي أبو إبراهيم أبو إبراهيم يعرفني عندي ألف وياي قلت له أبو إبراهيم ما تخليني أحاكي الرئيس قبل ما تروحوني قال أي والله تفضل كان أروح أسم الشغل قفل قدام طلعوا أمريكان اثنين يصورون كاميرات بيهم يصورون واحد وراي واحد قدامي كان إيه ما صرت قبال الصورة إيه ما صرت قبال الصورة قلت له أبو عداي أبو عداي حجي جعدان وأصف الصف بالبرجس والأمريكان وبالعلي سليمان هذا الاسبيرون كان أقول أبو عداي أبو عداي يا أبو عداي لا ترجع للعراق الناكر البيعة بعد حماية هناك ليبنية يا ابو عداي لا ترجع للعراق الناكر البيعه تخلفك بالحرس والحزب المديد على الحجاج الله اخلفك بالحرس والحزب الخان بيك ومات وشفت لكم صور بالشارع من اولاد وعقب ذيك المعزه تهدم بالشفر سيناك من قالوا من صدد بيه طبقت ناس على ناس الامريكان هبافهم القفول حطوا لك كيس ما